خبر عاجل لجميع المحافظات، مواعيد تسليم التابلت لجميع محافظات الجمهورية هتلاقوها في الفيديو ده. اعرف محافظتك هتستلم التابلت بتاعها امتى، ده بالنسبة لثانوي عام وخدمات للصف الاول الثانوي. اتمنى في البداية ان انت تدوس لايك، ولو ما كنتش مشترك تشترك معايا في القناة، وشاكر لكل تعليقاتكم وارائكم واشتراكاتكم خلال الفترة اللي فاتت، والحمد لله ده بيدل على مصداقية القناة والمحتوى الهادف اللي بتقدمه على قناتكم مستر مامبل. هندخل في الموضوع على طول. الخميس 28 طبعا القاهرة هتستلم الكمية 28,362، السبت 30 هتستلم محافظة الجيزة، يوم الحد الإسكندرية والبحر الأحمر والإسماعيلية، يوم الاثنين هتستلم الشرقية ومحافظة بورسعيد، ويوم الثلاثاء هتستلم القليوبية وجنة، طبعا قليوبية 41,000 وجنة 11,000، يوم الأربع هتستلم المنوفية 33,000 وهتستلم بني سويف 16,139 تابلت، بإجمالي 49,000 تابلت. طيب هنكمل باقي المحافظات. يوم الخميس اللي هو 4/11 هتستلم الفيوم 15,409 والغربية 34,470، السبت هتستلم السبت 6/11 هيستلم سوهاج والوادي الجديد وأسيوط، طبعا الأرقام قدامكم الأعداد، يعني في سوهاج 24,000، الوادي الجديد 1,000، أسيوط 23,963 تابلت، الحد مطروح 1,712 تابلت، بعدين الحد برضو الدقهلية 52,000، الاثنين شمال سينا وجنوب سينا والبحيرة، ويوم الثلاث المنيا والأقصر وأسوان، ويوم الأربع كفر الشيخ ودمياط والسويس 4/10/11. دي كانت كل الأخبار لدينا، والخبر العاجل اللي حبيت أوصله، متنساش اللايك والاشتراك في القناة.